عن فئة سينما مع نور الدين أمين من العراق، منشوف شو هن الأفلام يلي اختارها بهالتحدي. التنمر هي ظاهرة خطيرة ويجب التعامل معها بجدية وبوعي، والاستخفاف بها ممكن أن يؤدي بالمتنمر إلى شخصية معادية بالمجتمع والضحية إلى الانعزال أو أكثر. راح تسألون شلون الأفلام ممكن تأثر على التنمر؟ أنا باعتقادي أنه واحد من أصعب الأمور على الأطفال هو تحدثهم عن نفسهم عند تعرضهم للتنمر، لهذا ممكن نستخدم الفيلم كأداة للنقاش ونسمع بيها الأطفال ونعطيهم صوت، مثل ما تعرفون أن الأفلام تحرك مشاعرهم وتخليهم يحسون أنهم مكان الشخصية، ولهذا أنا أعتبرها أداة قوية ومؤثرة للتوعية عن التنمر. والسينما قدمت لنا أفلام كثيرة سلطت الضوء على التنمر، مثل بولي، بريدج تو تيريبيثيا، وأحدثها فيلم وندر المقتبس من أحداث حقيقية. والكثير من المدارس نظمت رحلات خاصة لمشاهدة الفيلم لتعليم الطلاب عن التعاطف مع الآخرين. أنا أتمنى أن نشوف هذا الشيء بالكادر التعليمي والأهل، ونستعمل الأفلام كوسيلة للتواصل والمناقشة عن التنمر. أهلا وسهلا فيك نور الدين. أهلا يارا. صحتين. ايه انه سينما هلا بوب كورن ما بيمشي الحال. انا ليه لا انت فاي عم تعملي رجيم يمكن دايت؟ لا كلنا دايت يا دايت ما ده دايت على فكره. يي وائل شو بك اليوم عم تسامل كثير التنمر والتسلل؟ والله دايت انا بتاع الدايت قال لي ده دايت. يارا برايك الرساله يلي قدمها نور الدين كانت كافيه؟ كثير حلوه، الفيديو كثير حلو وفي معلومات مفيده، وانا مع الافلام اللي بتحكي عن التنمر لانه بتكون مبنيه على اسس من قبل يعني ناس مختصين متخصصه بهذا المجال. حبيت الفيديو. شكرا يارا. وائل. نعم. شو رايك باختيارات نور الدين لناحيه المضمون بهالفيديو؟ مبسوط قوي انه في فشار. خلاص اديني ده. ايه انت بتقول عليه بوشار صح؟ اه ليه بوشار؟ ما هو فشار. بوشار بوب كورن بدك اياه. طيب عجبني الفيديو، فيديو تعليمي بحت، انفورماتيف ادوكيشنال يعني، which is good. اه يعني انا تمام، انا مش متضايق ولا مبسوط قوي، مش متضايق لان انت عملت كل اللي المفروض يتعمل، بس مش مبسوط يمكن علشان حاسس انه في سنه كرياتيفيتي ما كانتش موجوده، بس ريسيرش انت عامل الواجب عليك وزياده صراحه. شكرا. بس يا يارا خلاص هتنسي نسفته نفسي. فايا، قدر نور الدين يوجهك لفيلم مناسب عن التنمر؟ ايه اكيد، نور الدين عطى اقتراحات ومن حبيت يعني راح بالهيك بالتسلسل على مر كذا سنه يعني على مرور السنين عطانا كيف زعلت انه ما في ولا فيلم يمكن عربي، لانه بعتقد انه هاي الظاهره يمكن نحن مشاكلنا عندنا مشاكل بعد يعني نحن بنشوفها اكبر مشاكل اقتصاديه وعندنا حروب، يمكن بنشوف التنمر كشيء ثانوي بس هو كثير موجود، وانت كنت عم تصور بمدرسه عم تحكي عنه كثير موجود بالمدارس بالبيوت بالجامعات حتى بمكان العمل يعني، فان شاء الله نشوف افلام سينمائيه ودراميه بمجتمعاتنا كمان بتعالج على الموضوع. شكرا لك فايا، اكيد بانتظار تسجلوا علاماتكم. وائل اذا بدك سجل علامات وبعدين. نور الدين ليه اخترت هالافلام الثلاثه؟ أنا برأيي كل فيلم يتحدث عن شيء معين، الفيلم الوثائقي عن الأهل الضحايا التعنف، الفيلم الثاني عن الدفاع عن النفس، ووندر لكل الأعمار برأيي. لكل الأعمار. نعم ممكن يشوفوا ويستفادوا من عنده. نور الدين طلعت النتيجة، خلينا نشوف علامتك على 75. نور الدين بيحصل عن فئة السينما 55. شكراً.